دينا الكفراوي، ضيفتي الجميلة اللذيذة، أهلا عاملة بقى. فيديوهات لطيفة جدا عايزاكم تدوروا عليها. انتي اصلا اسمك بلوجر السوبر ماركت؟ لا، اسمي سوبر ماركت، يعني سوبر ماركت بلس كلمة ايت، اللي هو يعني اكل من السوبر ماركت يعني. ايوه لذيذة خالص، ادخلوا هتلاقوها كده وهي تعمل كده، وفيديوهاتها سريعة ومش مملة خالص. انتي اصلا جاتلك الفكرة دي ازاي؟ هو الموضوع ما جاش مترتب خالص، بس احنا في بيتنا بابا بيحب يجرب من زمان حاجات كتير من السوبر ماركت، فانا متعوده على فكره التجربه من وانا صغيره. وبعدين في وقت جه كنت بجرب كل الحاجات اللي بقيت انا اللي بشتري بقى، فبقيت بجرب حاجات كتيره جدا، فاصحابي بداوا يسالوني، وبعدين صحابهم بداوا يسالوني برده، فقلت طب خلاص يا جماعه، بما ان الموضوع كبر مننا، تعالوا نعمل بابليك اكاونت نحط فيه كل التجارب بتاعتي دي وكلنا نستفيد منها بس. فالموضوع طب بدا انت كده. تفرقي ايه عن اي واحده بتشتري؟ مثلا انا، او واحده مثلا مخضرمه طباخه شاطره ست بيت بتنزل تشتري، انت تفرقي عنها ايه؟ انت طريقه يعني ايه اللي يخليكي تعملي فيديو، والفيديو ده بتقدمي فيه ايه عشان الناس تتابعك بالالافات اللي بيتابعوكي كده؟ انا بحاول ان انا افهم الحاجه اللي انا بشتريها، واعرف هل فعلا الحاجه دي تستحق الفلوس اللي انا بدفعها ولا لا، لان احنا اكيد كلنا بنتعب جدا في فلوسنا، طبعا بنبقى عايزين افضل كواليتي او افضل جوده بافضل سعر. فعشان كده ده اللي خلاني ادور ورا فكره ان انا اشوف المنتج مكتوب عليه ايه، وابدا احدد انا هشتريه ولا لا بناء على المعلومات اللي انا بقراها. فانت الاول بتعلمي الناس ازاي يقروا بالظبط. اللي مكتوب على المنتج، وبتتكلمي على حاجه وبدايلها الارخص. يعني شفت لك فيديو تقول لك ايه، في نوع التونه ده غالي، في بديل ارخص اللي هو ده كواليتي حلوه مش ارخص وخلاص، بالظبط. لانه في حاجات رديئه مثلا، وفي حاجات كواليتي عاليه قوي وسعره قليل. فانت بتقعدي تدوري على الحاجه اللي الكواليتي بتاعتها عاليه والسعر قليل، بتعرفيها منين يا بنت الحلال؟ من التجربه. من يعني التجربه. بيبقى الفكره انه في يعني دايما في ماركات بتبقى معروفه، فدي اللي بتبقى سعرها غالي لان هي معروفه، لكن في يعني ماركات تانية بتبقى سعرها يعني بتبقى مش معروفه قوي، فبتبقى سعرها متوسط مع ان جودتها عاليه. بس الناس لسه فبالتالي مش دي عارفينها. بالظبط، هي يعني بتحتاج بس ان حد يلقي عليها الضوء شويه، الناس تاخد بالها منها. انا بس عايزه انوه ان هي بتعملش اعلانات، هي ده مش بتعمل اعلان فعلا. حاجه خدميه. ربنا يكرمك بعد كده وتبقي نجمه اعلانات، دي ما فيهاش مشكله، انما هي برضو الموضوع معتمد على تجربه وحاجه خدميه، وبتعرف الستات تشتري ازاي. حاجه من الحاجات اللي لفتت نظري هي انها قالت اقروا على كيس الرز انه مكتوب فيه نسبه التكسير 3%. بالظبط. يعني ايه يا دينا؟ وهل كل اكياس الرز مكتوب فيها كده؟ هو جودة الرز بتتحدد على حسب نسبة الكسر، اللي هو نقدر نقول عليه عدد الرزات المكسورة داخل كيس الكيلو. ماشي. فده 3% أو أقل من 3% ده بيعتبر اللي هو درجة جودة، اللي هو جودة درجة أولى. حلوة في قوي. حاجات جودة اللي هي درجة تانية، في حاجات درجة تالتة بتبقى مكتوبة على الكيس؟ بتبقى مكتوبة بس محدش بياخد باله، طبعا والناس محدش كلها بيقرأ. بتبقى أنا أول مرة يعني. أعرف فكرة إنه بيبقى مكتوب على الكيس. يعني واحيانا بتبقى في حاجات مثلا درجه تانية بس سعرها شبه سعر حاجه في درجه اولى، فانت ما بتبقيش عارفه اللي هو يعني انت لازم تاخدي، هو لان مثلا الاسم ده معروف دلوقتي اكتر، متداول، انه غالبا الحاجات دي بتتم الناس تعرفها من الجروبات على الفيسبوك وكده، جروبات واعلانات فيقولك ايه يا جماعه وجو. هاتوا النوع ده حلو، فالناس تروح كلها تجيب النوع ده، فالنوع ده فجاه يغلى مع انه هو جودته لو بصيتي عليها هتلاقي ان في حاجات جودتها فانت احسن. بتعلمي الناس ان هم يقروا اللي ورا. بالظبط. طيب دي حاجه زي الرز، يعني الرز هيكتبوا لك نسبه نسبة الكسر، الكسر 3% أو أقل، دي بتبقى ده يبقى ده نوع اللي هو رزايه فاخره. بالظبط.